لكن لو ما كان عندنا، يعني هنا مسألة أصولية، الآن لو ما كان عندنا حديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يصير هذا هذه الحجة يعني جيدة ولا لا، كافية ولا لا؟ ها؟ إيه؟ لأنه دائما أسمع كلام غير صحيح وغير دقيق. المصنف يقول: وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بما بمعناه، وهو أعلم بمعناه. طيب إيش رأيكم؟ الراوي إذا روى شيئا أليس هو أعلم بمعناه؟ صحيح ولا لا؟ خاصة مثل ابن عمر، لأنه أحيانا بعض الناس إذا حب أن يرد قول قال لا، العبرة بالرواية وليس بتفسيره أو ليس برأيه. فهمت علي؟ هذا الكلام حق وباطل، يعني يصلح أحيانا ولا يصلح أحيانا. فهمت؟ يقولوا لا، إذا خالف كلام فعل الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة صحيحة ولا لا؟ قاعدة صحيحة، لكن الإشكال أحيانا الفهم مو صحيح، البلاء في الفهم السقيم. كيف يكون كلام الصحابي؟ الصحابي روى حديثا ثم فعل فعلا يفسر به هذا الحديث الذي رواه. فهمت علي؟ فأنت في ذهنك إنه هذا الحديث اللي رواه الصحابي وفسره بفعله في ذهنك إنه يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة؟ وبالتالي تقول إنه لا، نحن نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم فهم الصحابي فعل الصحابي. وهذا صحيح في حالة، ما هي؟ إذا كانت المعارضة قطعية. فهمت علي؟ أما إذا كان الحديث الثاني اللي تعتقد أنه معارض، يظن أنه معارض، المعارضة ليست قطعية ظنية بمعنى يمكن الجمع بينهما، فلا شك أنه ما فهمه ابن عمر أولى مما فهمه 6.5 مليار اللي يعيشوا اليوم في الأرض. فهمت ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن هذا يعتمد، يعني أقصد أنه هذه القاعدة ليست مقبولة بالجملة ولا مردودة بالجملة، المسألة تعتمد على نوع المعارضة. إذا كان الصحابي يروي حديث يخالف قطعا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فهنا معارضة فعلا، الحديث النبي الصحيح أو لا. طيب، ولكن إذا كان لا، هذه المعارضة في رأسك بس ما هي في الواقع، بمعنى يمكن الجمع بينهما، فيصير تفسير الصحابي مرجح لأحد الفهمين. فهمت علي ولا لا؟ ومثل ولا ما في داعي لضياع الوقت؟ معي؟ ما أبغى أمثل، لأن التمثيل أمثل؟ ليش ما أمثل؟ تدور مشاكل أنت؟ لا خلاص ما أمثل، هي القاعدة كذا. لا ما أمثل لسبب، لأنه أحيانا يا إخواني بعض الناس يستغل الخلاف في التساهل والتلاعب في الأحكام وكذا، فبلاش خلاص لا نفتح باب لأهل الشر. تفضل تفضل. المهم انه اللي اقصده خلاصة الكلام، لا يستهان بفهم الصحابي، ما هي مسألة بسيطة، خاصة إذا كان الصحابي من علماء الصحابة، واحد مثل ابن عمر تتكلم عن مين؟ والله العظيم انه أهل الأرض اليوم، علماء أهل الأرض اليوم مجتمعين أجهل خلق الله أمام ابن عمر، إيش كان النظر إحنا؟ ترى أحيانا عندنا غلو في أنفسنا، وأحيانا في غلو في مشايخنا زيادة عن اللزوم، حتى درجة راح نفضل شيخنا على صحابة رسول الله، شتان بين الثرى والثريا. واضح العلماء على الرأس والعين، أما إذا وصلت القضية إلى صحابة رسول الله، لا والله صحابة رسول الله أجل وأعلم وأتقى وأورع وأفضل وأحسن وقل ما شئت. واضح؟ ها معناه أن الصحابة ما يخطئون؟ لا ما نقول هذا، ليسوا معصومين، لكن في المقابل شيخك هو المعصوم يعني؟ يعني الافتراض الخطأ بتحطه في الصحابي وشيخك تبرئه من الخطأ، يعني ما فهمه شيخك، يعني شيخك المعصوم والصحابة المعصوم كلهم يفترض فيهم الخطأ، شيخك والصحابي وغيره كل واحد ممكن يخطئ في الفهم، لكن الاحتمال في شيخك أكبر من إيش؟ من الاحتمال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمت أنت مقلد، تقلد من؟ تقلد الأكبر ولا تقلد الأصغر؟ ها؟ تقلد الأعلم ولا تقلد الأقل علم؟ تقلد الأتقى ولا تقلد اللي أقل تقوى؟
طيب أكمل يا شيخ، إيش فتح الباب هذا؟ ما أنا ما يفتح، تفضل يا شيخ تفضل. والله ما يفتح هذا الباب إلا الغثاء الذي أراه من كثير من المنتسبين للدين وأحيانا لطلب العلم، للأسف يفتقرون إلى شيء كثير من التربية والأدب. صحيح صحيح والله العظيم. يعني من الخطأ، شوفوا من أشنع، يعني هذا الكلام اللي أقوله قد يقول يعني البعض أن هذا ما يليق، أنا أقول من أكبر العيوب ومن أشنع الأخطاء التي نمارسها حتى هذه اللحظة أننا لا ننقد أنفسنا. فهمت علي؟ أليس المطلوب من الإنسان أن يحاسب نفسه؟ عمر يقول رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، صح ولا لا؟ وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. يعني مش معقول أن المسلم على مستوى الفرد خلاص يعتبر نفسه، وهذا اللي حاصل في مجتمعنا، المتدين وغير المتدين، حتى اللي ما يصلي ما يحاسب نفسه، وهو ما يصلي عاصي لله. المفترض أن المسلم يحاسب نفسه دائما، يراجع. إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها، إيش اللي سيحصل في حاله؟ تعرف إيش اللي يحصل؟ سينحرف، سينحرف اليوم مقدار أنملة وما يشعر بهذا الانحراف، ثم أنملتين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم طبعا على مر عشرات السنين سيجد نفسه مليء بالآفات والأمراض والمعاصي والكبائر وما يشعر، وما زال يعتقد اعتقاد الأول إنه هو من أخير الناس وأصلح الناس وأفضل الناس ولا يعلو عليه أحد، ولولا الحياء لقال أنا من المعصومين الأنبياء. كذلك يجب أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع يعني سلوكنا على مستوى الفرد وحتى على مستوى المجموعة. فهمت علي؟ مو معنى إنسان متدين يعني ما عنده أخطاء. يا أخي المتدين أحوج إلى أن يعرف أخطاءه وأن يرجع عنها أكثر من غيره، لأنه قدوة. فهمت؟ وهذا مو معنى أن والله غير المتدين أحسن من المتدين، لا والله لو أحسن ولا حاجة، على الأقل المتدين فيه خير، يخاف الله ويلتزم ويترك كثير من المنكرات ويبتعد عن كثير من المعاصي ويلتزم كثير من الواجبات، لكن عنده أخطاء. والثاني اللي راح يقعد يتكلم عليه ويطعن فيه من عامة الناس غير المتدينين، تلقى عندهم المصائب الكبار فلا يرونها لكن يرون أخطاء المتدينين. بمعنى أنه أنا لست بصدد أنه يعني أبرئ المتدينين، لكن أيضا لست بصدد أن أشجع الفسقة والعصاة وأصحاب الكبائر أن يحتقروا المتدينين. إذا كنت ستعيبوا على المتدينين أخطاءهم، ابدأوا بأنفسكم، شوفوا عيوبكم وعواركم، صح ولا لا؟ وشوفوا الكبائر والكوارث التي تقعون فيها. جاء الوقت، ضيعت علينا الوقت يا شيخ. طيب هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.